حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هعمل لكم حلقه بسيطه جدا بس دمها خفيف. هنعمل كوره باسكت، هنجيب اللون الاورنج. انا مش هعمل اي حاجه تاني، يعني هي حاجه بسيطه بس هتطلع فعلا قريبه قوي من شكل الكوره. اوريكم قد ايه اللعب بالصلصال جميل ودمه خفيف ونقدر نعمل حاجات شكلها حلو. افضل كور لي كده لحد ما نوصل ان بقى في ايدينا كوره بجد. خلاص ادي اهي الكوره اهي. خلاص هات لي بقى القلم اللي احنا بنرسم بيه وافضل بقى امشي زي ما انا همشي كده. بص انا همشي ازاي، هفضل اعمل خط كده خفيف خالص ما اقطعش الصلصال اللي في ايدي وارجع على الخط اللي انا ابتديته. خلاص ادي كده اول نص، ده كان من نص الصلصال بتاعنا الاولاني. خلاص تعالوا بقى ناخد النص التاني اهو، اقسم كده من هنا، اقسم تاني، اقسم 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 ووصل ده بده. طيب تعالى هنا من التلت التاني اهو، وانزل من هنا اهو، انزل انزل انزل، خليك دقيق جدا عشان ما تتلخبطش، لان هي هتطلع شكلها حلوة قوي لما توصلهم كلهم ببعض اهو. انزل 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 كده وهتهالي على الحتة اللي احنا ابتديناها كده. حبايبي احنا عملنا الجزء المطول ده او الطويل ده، ناخد بقى الجزء اللي بالعرض. ادي النص التاني اهو، كده 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 كده، نفس الكلام من هنا بالراحة. ولازم على فكرة عايز اقول لكم هي صعبة التحكم فيها جدا، محتاجة طبعا حد كبير يبقى معانا. نفس الكلام من هنا. لعبة الباسكت على فكرة لعبة جميلة، انا شخصيا بلعبها عشان انا طويل شوية. هي لعبة جميلة وفيها فتنس حلو وفيها مهارات جميلة. ادي كرة الباسكت بتاعتنا، تخيل بقى انت لو بتلعب، ولو انت شاطر اكتر بقى هات اللون الاسود واعمله في الفراغات اللي احنا عملناها دي، هيبقى شكلها احلى واحلى. خلاص اتمنى تكون عجبتكم الحلقة البسيطة بتاعت النهاردة، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة العيلة. باي باي.